الكتاب هذا انا عطيت فيه رأي، عطيت فيه رأي قبل معناها، لأنه التقديم متاع الكتاب يظهر لي كتبته في نوفمبر، كتبته في نوفمبر، وكان يعبر على رأيي وعلى تصوري، ويعبر بطبيعة الحال على التخوفات. يعني أنا ككل تونسيين كنت متخوف من نتائج الانتخابات، باعتبار شفت الوضعية متاع المجلس، يعني وضعية فيها تشتت كبير، وكان فيها نوع من التخوف، لكن زاد كيف كيف جرعة كبيرة متاع أمل. ويعني اللي كتبته في الكتاب هو اللي قلته للسيد رئيس الجمهورية لما استقبلني، وهو اللي قلته في لما خرجت من لقاء مع السيد رئيس الجمهورية، مسألة العقد الاجتماعي. يعني هذه نفس الآراء اللي أنا معروف ندافع عليها منذ مدة. أنا في تقديري اليوم يعني عنا فرصة تاريخية للتجربة الديمقراطية التونسية، يعني الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والخروج هذا يمر حتما. أنا لا أحبذ يعني نهج المغامرة حتى كان تكون ثورية، يعني أنا نحبذ ديما نهج الواقعية. وفي رأيي يعني ثم أمل نجم نعطيوه للتونسيين والتونسيات، والأمل هذايا اللي هو بناء ديمقراطية اجتماعية، إعادة بناء العقد الاجتماعي اللي تأكل واللي عرف أزمة كبيرة، هذا العقد الاجتماعي الموروث من دولة الاستقلال. وفي رأيي اقترحت أنه العقد الاجتماعي هذايا يرتكز على 6 تحولات كبرى. التحول الأول هو التحول الاجتماعي، محاربة الفقر، محاربة التهميش، محاربة البطالة. التحول الثاني هو التحول الاقتصادي، الخروج من نمط اقتصادي يعني قديم وبناء نمط اقتصادي جديد يعتمد على الصناعات الجديدة. التحول الثالث اللي أكدت عليه هو التحول الرقمي، يعني ما نجموش نواصله، من عندنا 6 سنين، يعني المشروع الرقمي الوحيد هو سمارت تونيزيا. يعني هذا سمارت تونيزيا تجاوزته، والمطلوب اليوم يعني فيريتابلومون معناها مشروع او برنامج جديد بور اون فيريتابل ديجيتاليزاسيون، اون فيريتابل ديجيتاليزاسيون نون سولمون نتاع الاداره، لكن زاد كيف كيف مع الناس الكل. التحول الرابع اللي هو التحول المناخي اكدت عليه، معناها مساله هامه وضروري ان نواصل يعني في الخروج يعني من ليزينيرجي فوسيل. والتحول الاخر هو التحول على مستوى لي انفراستركتور، معناها البنيه التحتيه، اللي البنيه التحتيه مازالت متاخره برشا في بلادنا، وضروري انها تكون يعني عامل مهم واساس كبير يعني لبناء العقد الاجتماعي. انا هذا رايي، انا رايي لابد من ان التونسيين بكلنا مهما اختلفت يعني مشاربنا السياسيه نلتقي حول هذا البرنامج، حول البرنامج اللي يعمق تجربة تحول ديمقراطي، لكن يعطي البعد الاجتماعي متاعها والبعد الاقتصادي متاعها. هذه قناعتي، هذه القناعة اللي دفعت عليها، وهذه القناعة اللي قاعد ندافع عليها، وهذه القناعة اللي نكتبها يوميا يعني في الصحف أو في لقاءاتي الصحفية. هذه الأشياء اللي أنا قاعد ندافع عليها، وأنا مقتنع بصراحة أنه البرنامج الديمقراطي الاجتماعي هو تطوير للتجربة السياسية التونسية اللي بدأتها كما قلت حركة الإصلاح في المنتصف الثاني للقرن 19، تواصلت مع الحركة الوطنية، بناتها دولة الاستقلال. اليوم مهمتنا ومسؤوليتنا هو إعادة بناء هذه التجربة من خلال إعادة إحياء عقد اجتماعي جديد ديمقراطي واجتماعي. أنا متابع يعني الرأي العام، وشوف أنتم تعرفوا أنا تم اقتراح علي وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة الحبيب جملي، نحبش نرجع على الموضوع، لكن يعني اعتذرت. وحتى في الاعتذار متاعي يعني كانت يعني عديد الناس كانوا ما تفهموش موقف متاعي ورفضوا، قالوا يعني انتم مش تقعدش معناها كفاءات، تقعد يعني بعيدة، والمفروض انها تساهم في خروج بلادنا من الورطة هذه. انا كما قلت وكما اكدت هذا سؤال سابق لأوانه، وأنا اللي يهمني هو المشروع السياسي. أنا مستعد نعاون ومستعد نقف إلى أي في كل مشروع سياسي وحد التوانسة بالرغم من اختلافاتهم، ويحاول يتجاوز الصراعات والخلافات. يعني وقت مش متعارك، وقت مش متاع، وقت متاع توحيد التوانسة. كان ثم مشروع متاع هذا التوحيد يعني ممكن نساهموا فيه، لكن كما قلت يعني احنا نتابع الأحداث، لكن أنا ملتزم يعني بحاجة ومسألة أساسية بالنسبة لي اللي هو المساهمة من موقعي في تغيير الواقع. والمساهمة في تغيير الواقع راي تجي من يعني كيفاش نقولوا من مواقع مختلفة،
مواقع مختلفة، تنجم تكون على رئاسة الحكومة، تنجم تكون في الحكومة، تنجم تكون خارج الحكومة. أنا لم أنتظر معنا هذا الاقتراح متاعي للتكليف للقيام بهذا الدور. انطلقنا في مبادرة كبيرة لم تقريب 60 ولا 70 من الاقتصاديين التوانسة بسمينها إيكون فور تونيزيا، وقاعدين معناها نظمنا ندوة كبيرة لم تقريب 300 مشارك يعني في أوت اللي فات قبل الانتخابات، وقاعد نواصل في يعني تقريبا عندنا شهريا ندوات اقتصادية حول التحديات الاقتصادية، ندوات شهرية. بدينا بندوة أولى في ديسمبر حول أولويات الحكومة، عملنا ندوة ثانية في جانفي حول مسألة التفاوت والأزمة الاجتماعية، وقاعدين بصدد الأعداد لندوة ثالثة اللي هي باش تصير في فيفري، يوم 15 فيفري في تونس العاصمة، حول مسألة السياسة الصناعية والأزمات الصناعية اللي قاعدة تمر فيها البلاد. إذن يعني هناك مواقع كثيرة لي أنا وللناس كل يعني للمساهمة في الخروج من هذا الواقع وإعادة أعطاء الأمل يعني في قدرتنا على بناء مشروع جديد وتجربة سياسية جديدة في بلادنا. فرصة هذه زادة كيف كيف نتمنى له النجاح في مهمته في تشكيل الحكومة، وفرصة زادة كذلك باش نشكر السيد رئيس الجمهورية اللي قبلني واللي أعطاني الفرصة باش يعني نعطيها آرائي ورؤيتي للمستقبل الحكومة. السيد الياس الخفاق يعني صديق على المستوى الشخصي، وكان تذكروا أنتم أنا كان هو وزير يعني أنا خذيت عليه كما أقول وزارة المالية، هو كان وزير مالية حتى في حكومة الترويكا الثانية متاع سي علي العرايض حتى لنهاية 2013، وأنا مع السيد المهدي جمعة معنا تسلمنا الحكومة في بداية 2014، دونك الباساسيون عملتها أنا وسي الياس الفخفاخ. لا لم يقع التواصل، وأعتقد عنده أولويات سي الياس الفخفاخ. التمشي بتاعه هو يعني ضبط الحزام السياسي بتاعه، عمل ندوة صحفية أعطى فيها رأيه للمسألة هذه، وما نجم كان نتمنى له التوفيق لأنه في نجاح، وهو بطبيعة الحال نجاح بلادنا. يعني ثورة محافظة، أنا قلت ثم يعني عند العديد من التونسيين ثم خوف من المستقبل، خوف من العالم، خوف من الآخر، ومشروع تونس بلاد صغيرة يعني على حدودنا حرب، على حدودنا، وإن شاء الله يعني الحرب هذه تقف، وإن شاء الله أخواننا الليبيين يعني يوجدوا حلول، لأنه ليبيا هي جزء يعني في العمق الاستراتيجي بتاع تونس. زاد كذلك على الحدود الأخرى يعني أشقائنا الجزائريين يعيشوا تجربة تحول ديمقراطي وتحول يعني سياسي صعيبة، فالأوضاع صعبة يعني، والإرهاب اللي معرفناش عرفناه يعني، ذاك هناك خوف. الخوف ينتج عليه هو الرجوع ومحاولة الاحتماء بالماضي، احتماء بالماضي على المستوى نرفض الانفتاح على الخارج على المستوى الاقتصادي، نرفض الأفكار الجديدة متاع الديمقراطية، نرفض ونحاول نرجع يعني. جات حتى في فترة يعني الناس تتمنى العودة للنظام القديم، فهذه يعني تعبيرات متاع الثورة المحافظة هو أمام الخوف أمام المستقبل، يعني نرجع للوراء ونرجع نحاول نحتمي بالماضي من أجل يعني أن نقلل التخوفات والصعوبات. هذا الثورة المحافظة أنا في رأيي هذا ما هوش حل، والاحتماء يعني كما النعامة، يعني النعامة وقتلها تخبي رأسها في الرمل يعني ما يمنعش الصياد باش يوصل لها معنا. فهذا يعني بالنسبة لتونس الثورة المحافظة لا يمكن أن تزيل عنا معنا المصاعب والأزمات. فبالتالي أنا نحب نقول يعني يلزم يكون عنا ثقة في أنفسنا، يلزم نستعيد الثقة في أنفسنا كما كنا في 2011 و2012، يعني تقريبا صورة للعالم. يلزم نستعيد هذه الثقة في أنفسنا، ويلزم تكون هذه الثقة مفتاحنا للمستقبل، وهذا يمر في رأيي عبر هذه الديمقراطية الاجتماعية اللي نحكي فيها. فأنا أمام يعني في هذا الواقع اللي موجودين فيه خيارين، الخيار الأول هو الديمقراطية الاجتماعية، والخيار الثاني اللي هو الثورة المحافظة. أنا أعتقد لابد أن نبني ثقة كبيرة بيننا التونسيين، وهذه الثقة هذه باش تكون يعني السند متاعنا، باش تكون الأساس متاعنا من أجل يعني النظر للمستقبل والانفتاح يعني على العالم بكل ثقة في النفس وبكل قدرة، بكل ثقة في قدرتنا على تحسين يعني وقعنا.